ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا. قصه جديده للكاتبه الجميله روني محمد. بس قبل ما احكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. ويلا بينا نشوف قصتنا بتقول ايه. دخلت غزه لاوضه مامتها وقالت: حرام عليك يا ماما، صحيح الكلام اللي انا سمعته ده؟ ازاي عاوزاني اتجوز ابي اسد؟ يا غزه اللي هتتجوزيه، هو ما اسمهوش ابي، اسمه اسد وبس، انت هتبقي مراته. مراته ازاي بس يا ماما؟ ده هو اللي مربيني على ايده وانا بعتبره زي اخويا. انا قلتلك اللي عندي، مش هقدر اتكلم اكتر من كده. الفرح هيبقى الاسبوع الجاي، وكمان حددت الفرح يا ماما. انا قطعتها وفاء وقالت: انا قلتلك الكلام اللي عندي ويلا اتفضلي على اوضتك. رجعت غزل على اوضتها تعيط وطلعت تليفونها وفكرت تكلم زياد حبيبها وزميلها في الكليه. غزل بنت جميله عندها 20 سنه في تانية جامعه. والدها توفى من وهي صغيره وكانت عايشه مع والدتها في بيت العيله، وكان اسد ابن عمها هو المتكفل بمصاريف دراستها طول السنين اللي فاتت. اتعرفت على شاب اسمه زياد زميلها في الجامعه، وقدر يتقرب منها ويقنعها انها تحبه. وفي الدور التاني في نفس العماره طلعت ام غزل ورنت الجرس وفتحت ساره اخت اسد وقالت: تعالي يا طنط اتفضلي. معلش يا بنتي، هو اسد موجود؟ يا طنط موجود، ده لسه منزلش الشغل. دخلت وفاء وقالت: طب قولي له اني عاوزاه ضروري، انا هقعد استناه هنا في الصالون. وفي اوضه اسد كان بيتكلم في التليفون بغضب وقال: انت مفكره لما تاخدي ابني وتسافري كده مش هعرف اوصلك؟ ردت هنا طليقه اسد وقالت: انا بس كنت مسافره وحبيت اخد شبل معايا عشان يغير جو بدل نفسيته التعبانه. ابني لو مرجعش يا هنا النهارده مش هخليكي تشوفيه تاني. هنا كانت لسه هتتكلم بس اسد قفل السكه في وشها. ودخلت ساره وقالت: حتى وانتم منفصلين بتتخانقوا؟ بني ادمه مستفزه، ازاي تيجي تاخد شبل وانا مش موجود؟ صعبت عليا وقالت لي انها نفسها تقعد معاه، والولد كمان صعب عليا قوي، كان عاوز يروح معاها. بقول لك ايه، ما ترجع لها يا شبل، دي عيطت النهارده كتير جدا. انت بتصدقي الكلام ده؟ دي دموع تماسيح. واشمعنى دلوقتي افتكرت ابنها بعد ما اتطلقت وجوزها نصب عليها واخد فلوسها؟ وهي يعني هتفكر ترجع لك ليه لو مش ندمانه؟ اللي زي دي كل اللي بتفكر فيه المستوى الاجتماعي والفلوس اللي هتاخدها من ورايا. المهم غيري الموضوع، كنت داخله وعاوزه ايه؟ اوبا، نسيت طنط وفاء، مستنياك بره، عاوزك في حاجه ضروري. خرج اسد وسلم على وفاء وقال: معلش، اصل ساره دخلت تتكلم كعادتها ونسيت تقولي ان حضرتك بره. ابتسمت وفاء وبصت لساره وقالت: معلش يا بنتي، اعملي لنا قهوه. حست ساره بالاحراج وخرجت، ووفاء بصت لاسد وقالت: فكرت في الكلام اللي قلته لك امبارح بخصوص غزل؟ كلام ايه بس، ده انا فكرتك بتهزري. وبعدين لو على الوصيه ممكن نروح لشيخ ونساله. لا اسمعني يا اسد، موضوع جواز غزل منك ده محسوم، انت الوحيد اللي اقدر اطمن معاك على بنتي. هو عاوز انفذ وصيه ابوها بجوازها منك، بس برضو انا كمان عاوزك تتجوزها. يا مرات عمي اسمعيني، غزل مش هتتقبل ده، لازم تتقبله بمزاجها او غصب عنها هتتقبله، لان دي وصيه ابوها. سامحيني يا مرات عمي، بس انا مش هظلمها معايا، مش هقدر اربط مصيرها بيا. وفاء عينيها دمعت وقالت: ولو قلت لك عشان خاطري، عشان لما اموت ابقى مطمنه ومرتاحه في تربتي. بعد الشر عليكي، ربنا يديكي طول العمر، انت بس مش مرات عمي الله يرحمه، انت امي التانيه. لا يا ابني، انا فعلا اجلي قرب، انا كنت عند الدكتور الاسبوع اللي فات وقال لي المرض اتمكن مني وخلاص بقى في مرحلته الاخيره. اسمعي مني واديني فرصه اسفرك لاي بلد بره وتتعرضي على اكتر من دكتور، وان شاء الله يبقى في علاج، محدش هيزود عمري، انا حاسه بنفسي كويس وعارفه ان اجلي خلاص قرب. وبعدين الكيماوي اللي باخده خلاص ما بقاش جسمي قبله، وانا اتكلمت مع الدكتور ووقفت الجلسات، مش عارف والله اقولك ايه. قولي انك موافق تتجوز غزل. اسد الصاوي رجل اعمال، هو اللي بيدير شركات الصاوي. قبل 10 سنين اتوفى عم والد غزل وساب وصيه ان غزل تتجوزه، ومن وقتها وهي كانت تحت رعايته وهو اللي كان المسؤول عن اداره املاكها. سبق ليه الجواز مره واحده وعنده ولد اسمه شبل. غزل راحت الجامعه وكانت قاعده في الكافيتيريا وقالت: زياد اتصرف، انت لازم تيجي تطلب ايدي، دول مصممين يجوزوني. ازاي يعني تتجوزيه؟ هو مش انت كنت بتقولي انه اكبر منك باكتر من 15 سنه؟ هو فعلا كده، انا مش عارفه اعمل ايه، هموت نفسي لو اتجوزته، انا مش بحب حد غيرك، وانا مش هسيبك ابدا يا غزل. اللي هم ناويين يعملوا ده حاجه بشعه، القانون عمره ما يوافق عليها. طب هتيجي تطلب ايدي امتى؟ النهارده استنيني، انا هاجي واقابل والدتك وهقنعها نتجوز،
بس تصبر عليا شوية، أنا لسه في بداية حياتي، ابتسمت غزل. وأنا مش عاوزة حاجة من الدنيا غير إني أبقى جنبك. طب يلا روحي بلغي مامتك إني جاي البيت، ومسحي دموعك، دي دموعك أغلى عندي من حياتي. بصت له غزل بحب ومشيت وسابته، وابتسم زياد بخبث وراح يقابل طارق صاحبه. واتكلم طارق وقال: أنا كنت جاي لك الكافيتيريا بس لقيت نار الحب مولعة هناك، قلت أسيبك براحتك. بقولك إيه، تيجي معايا نلعب بلياردو؟ آجي ماجيش ليه؟ أهو وقت بنضيعه وخلاص. وبعد وقت في صالة الألعاب وقف طارق وقال: وانت ناوي تتجوزها بجد؟ عليك ايه من الورطة دي؟ انت مش فاهم حاجة، البيت دي ليها ورث كبير، انا ابويا بيشتغل في الشركة بتاعت عيلتهم دي، وعارف كويس انها ليها ورث كبير ومش هتستلمه غير بعد ما تكمل 21 سنة. طب افرض رفضوك؟ لا، هقنعهم، البيت بتحبيني اصلا، ده انا ممكن اخليها تهرب معايا. لنفترض انهم وافقوا على الجواز، هتدفع منين شبكة ومهر وكده؟ بسيطة، انا هأجل بس سنة واحدة على ما هي تستلم ورثها، ساعتها هقنعها تعملي تنازل واخد كل حاجة. والله انا خايف عليك، احلامك دي توقعك على جدور رقبتك. لا ما تقلقش، انا هنجح المرة دي وهحقق كل اللي نفسي فيه، ما هو مش هفضل عايش طول عمري متكحرت كده وهم عايشين في العز ده كله. وبعد كام ساعة كانت سارة قاعدة مع غزل وقالت: انت متأكدة ان زياد جاي النهاردة؟ ايوة، هو كلمني من ساعة وقال لي انه جاي، هو وبابا علشان يطلبوا ايدي. ادعيلي يا سارة بجد، هموت لو ما اتجوزتهوش. طب ومامتك رد فعلها هيكون ايه؟ انا مش قادرة اتخيل انها عاوزاكي تتجوزي اسد. ماما لما قلت لها في واحد زميلي عاوز يجي يتقدم لي سكتت وما ردتش، وبعدين قالت لي خليه يجي. يعني انت حاسة انها ممكن توافق؟ اه طبعا لازم توافق، ما انا مش هتجوز اسد ده حتى لو اضطريت ان اتجوز زياد من وراهم. لا بقى بطلي جنان، تتجوزي من وراهم ايه؟ ان شاء الله مامتك توافق تقابله وتوافق عليه. وفي شركة الصاوي أسد كان قاعد على مكتبه وقصاده حسن صاحبه اللي قال له: أنت مقتنع باللي أنت بتقوله ده؟ هتتجوز عيلة؟ يا عم ده أنت اللي مربيها على إيدك، وصية أبوها قبل ما يموت إني أتجوزها لما تكبر، ده غير إن مرات عمي مصممة إني أنفذ الوصية. اسمع مني، البنت صغيرة وكانت بتعتبرك في مقام أخوها. مش عارف والله يا حسن، أنا محتار وبفكر ومش عارف أعمل إيه. عموما أقعد مع البنت الأول وحاول تتقرب منها، هات لها الموضوع بالراحة وما تصدمهاش. وقف أسد وقال: ربنا يسهل، المهم أنا رايح لهم البيت دلوقتي، مرات عمي عزماني على الغدا وكانت بتقول في موضوع مهم هتتكلم فيه. أسد خلص كلامه ومشي، وبعد شوية دخلت سارة وقالت: إزايك يا حسن؟ ابتسم حسن ووقف وقرب منها وقال: الحمد لله. على فكرة أسد لسه ماشي، لو جريتي شوية ممكن تلحقيه. أنا مش جاية لأسد، أنا جاية لك أنت يا حسن. حسن حس بالإحراج وقال: خير يا أنسة سارة، في حاجة؟ حاجات يا حسن، تقدر تقولي أنت لغاية دلوقتي ليه ما طلبتش إيدي من أسد؟ ما هو أصل أنا قلتلك قبل كده أني مش فارق معايا فرق السن، وهو أكيد حسن قالك على حكاية غزل وإن مامتها عاوزاه يتجوزها. بس يعني أنا خايف تندمي أنك اتجوزتي واحد أكبر منك ب13 سنة ولو قلتلك أني موافقة. ابتسم حسن وقال: أسد يفوق من اللي هو فيه وأنا هطلب إيدك منه رسمي. وعند أسد اللي رجع البيت وكان شبل ابنه قاعد مستنيه: مالك يا شبل زعلان كده ليه؟ بابا انت هتتجوز غزل فعلا؟ ايوه يا حبيبي هتجوزها، مش انت بتحبها؟ اه بحبها، بس انا كنت عاوز انا اللي اتجوزها مش انت، هو ينفع نتجوزها احنا الاتنين؟ استغرب أسد وقال: لا طبعا، تتجوزها ازاي، دي اكبر منك ب10 سنين. طب ما انت اكبر منها ب15 سنة وهتتجوزها. أسد حس بالحزن وسكت، وشبل قرب منه وقال له: بابا انت زعلت؟ انا اسف. لا ما زعلتش، انا فعلا مش هينفع اتجوزها، انا هنزل وهبلغ امها ان الموضوع ما ينفعش. يبقى خلاص ترجع لماما وتخليها تعيش معانا. وهي ماما اللي قالت لك كده؟ بصراحة اه، هي قالت لي اني لازم ازن لغاية ما انت توافق. لا يا حبيبي انا مش موافق، ولا موافق ارجع لها، يلا روح على اوضتك ذاكر. شبل مشي واسد راح لشقة غزل، كان قاعد مع وفاء يتكلموا، قطعهم جرس الباب وغزل جت جري وقالت: ماما زياد جه بره هو وباباه. طيب يا غزل روح انت واحنا جايين وراكي. خرجت غزل ووفاء مسكت ايد اسد وقالت: اوعدني انك مش هتسيبها لغيرك مهما حصل، اوعدني انك مش هتفرط في بنت عمك. ومع اصرار وفاء وعدها اسد انه مش هيتخلى عنها ابدا. وعند زياد وابوه رفعت، بص رفعت حواليه وقال: الشقه اللي قاعدين فيها ما تقولش ان عندهم ملايين، تلاقي اللي اسمه أسد ده مش بيرملهم غير الفتافيت. وماله كده أحسن، عشان لما تاخد ورثها يبقى ببركته كده. انت قلت كام مليون؟ يعني
مش أقل من 15 لـ20 مليون، يمكن أكتر بكتير، وأنا مش طماع. قلتلك هات منها أنت 5-6 مليون، دول كفاية قوي، خلينا نسد ديوننا ونفتح بالباقي مشروع. ما تقلقش يا بابا، كل الفلوس هتبقى تحت أمرنا، بس الليلة تتم وأعرف أقنع أمها بالجواز. دخل أسد الأوضة ومن وراه وفاء. أسد قرب من رفعت وقال: إزايك يا أستاذ رفعت، غريبة يعني إني شفتك هنا. رفعت اتوتر وقال: مهنب أبو زياد اللي جاي يطلب إيد الأنسة غزل. أسد بص لزياد وقال: وإنت بقى في سنة كام يا شاطر؟ شكلك لسه كده في المدرسة. رد زياد بغيظ وقال له: أنا في تانية جامعة، زميل غزل في الجامعة وفي نفس الفرقة كمان. جد غزل، أنا وزياد نعرف بعض من أولى جامعة، وهو شاب طموح وأنا وهو بنحب بعض. أسد وقف وتعصب وقال: ادخلي جوه يا غزل، وإلا ما تزعليش من اللي هعمله. رد رفعت وقال: ما تسيبها يا أسد باشا، البنت ما غلطتش، هي وزياد بيحبوا بعض من زمان، وأنا جاي علشان نطلب إيديها ونقرأ الفاتحة، ويا ترى بقى أنت تقدر على مهر غزل؟ اتوتر رفعت وزياد وقال: غزل، غزل أغلى عندي من كنوز الدنيا كلها، لو حبيت تتقل بالذهب أنا ما عنديش مانع. ابتسم رفعت بخبث وقال: ابني شريكم حتى لو هنبيع اللي ورانا واللي قدامنا كمان، بس انتوا يعني ايه اللي وراكوا واللي قدامكوا عشان تبيعوه؟ اتكلمت غزل وقالت: انت ازاي بتكلمهم كده؟ على فكرة دول ضيوف. مسكت وفاء غزل من دراعها وقالت: ادخلي جوه واسمعي كلام ابن عمك يلا. وقفت غزل ومشيت خطوتين وقالت: اعملوا حسابكم، انا هتجوز زياد يعني هتجوزه حتى لو عملتم ايه باللذي. ابتسم رفعت وبص لزياد وسكتوا، وخلصت غزل كلامها وخرجت، وكانت واقفة تسمعهم من ورا الباب. واتكلم أسد وقال: ها، ايه هو يا أستاذ رفعت اللي حلتكم علشان يتباع؟ اللي عرفه انك مديون للبنك بأكتر من 200,000 جنيه، ده غير إيصالات الأمانة اللي انت ماضيها للمرابين، وكل ده بسبب ترابيزة القمار اللي بتسهر عليها كل ليلة. لا بابا ما بيلعبش قمار على فكرة، انت غلطان، الديون دي بسبب انه كان عامل مشروع وخسر. اتوتر رفعت واتكلم وقال: أنا دي مجرد تسوية مالية بيني وبين البنك، وهخلصها في خلال كام شهر. ضحك أسد وحط رجل على رجل وقال: ده أنت على كده محتاج تسرق بنك عشان تخلص ديونك، أنا ماليش دعوة. بابا مش هو القضية دلوقتي، أنت سمعت بنفسك إن أنا وغزل بنحب بعض وعاوزين نتجوز، أنت بس اديني فرصة سنة أكون وقفت على رجلي، وقتها أعمل أكبر فرح في الجمهورية. قصدك تكون أخدت ورثها مش كده؟ رفعت وقف وقال: انت تقصد ايه بكلامك ده؟ لا لغاية كده ومش هسمح لك. اتكلم اسد بثقة وقال: اقصد اننا ما عندناش بنات للجواز، دوروا على ناس تانية تنصبوا عليها، اعتبر نفسك مفصول من الشركة لغاية ما نعمل تحقيق في الاختلاسات اللي بتعملها من الشركة من ورايا. رفع ضرب الارض برجليه وقال: انت مزور وعاوز تحبسني عشان بس طلبت ايد بنت عمك اللي انت حاطط عينك عليها. لا مش عشان كده، انت حرامي، انا اكتشفت الموضوع ده قبل فترة وكنت مستني انك تقع، وساعتها هبلغ عنك البوليس. لا يا بابا احنا اتبهدلنا، كفاية عليك كده، انا اسف اني جيت هنا اصلا. زياد اخد ابوه كان خارج من الاوضة وشاف غزل واقفة تعيط، قرب منها وقال: انت عارفة اني بحبك اكتر من نفسي، انت شايفة اهلك عملوا فيا ايه انا وابويا، لو عاوزاني بجد يا غزل انت عارفة كويس هتعملي ايه. خلص زياد كلامه ومشي، وغزل راحت لأسد وبصت له بكره وقالت: أنا بكرهك، أنت لو آخر واحد في الدنيا يستحيل أتجوزك. خلصت غزل وجريت على أوضتها، وأسد بص الوفاء وقالت: معلش يا ابني، هي مسيرها تفوق وتشوفه على حقيقته، صدقني مش هتلاقي حد غيرك. اتكلم أسد وقال: بس لغاية اليوم ده أنا يستحيل أتجوزها، لازم أتأكد من مشاعرها ناحيتي. وبعد يومين غزل كانت قاعدة في أوضتها تعيط، دخلت سارة عليها وقالت: وبعدين يا غزل هتفضلي تعيطي كده؟ مش متخيلة ازاي هتجوز أسد يا بنتي، ده أنا كنت بعتبره مكان بابا، اديله فرصة، أنا حاسة أنه أحسن من زياد ده، وبعدين شكله شاب وسيم وصغير ما يبانش عليه أبدا أنه حتى عدى 30. أنت بس بتقولي كده علشان أخوكي، ما هو القرد في عين أخته غزال. لا مش للدرجة دي، طب بصي اسمعي بقى المفاجأة دي، انا وحسن قررنا نتجوز، هو هيطلب ايدي من اسد اخويا، بس ده اكبر منك بكتير. سني ايه يا بنتي اللي هفكر فيه؟ طب ده حسن بالنسبة لي احسن مليون مرة من واحد زي زياد ده. سارة خلصت كلامها ووقفت وقالت: انا هطلع بقى، زمان شبل قاعد بيلعب على التليفون من بدري ولا دريان بحاجة،
سارة مشيت وغزل مسك تليفونها وكانت بتلعب فيه، بس جالها اتصال من زياد اللي قال: ها فكرتي في اللي قلتلك عليه؟ اه لا مش عارفة. زياد، اللي احنا هنعمله ده صح؟ طبعا صح. امال عاوزة تستني لغاية ما يكتبوا عليكي غصب عنك؟ احنا لازم نحطهم قدام الامر الواقع. اتوترت غزل وقالت: ماشي يا زياد، موافقة زي ما اتفقنا، وهتصل بيك بالليل. وبعد نص الليل اخدت غزل شنطة هدومها وكانت خارجة من البيت وراحت قابلت زياد اللي قال: صدقيني اللي عملتيه ده اكتر حاجة صح، وعين العقل كمان. زياد انا خايفة بجد، اوعدني انك هتخليني ما ندمش. تندمي ايه؟ لا طبعا، يلا بس تعالي معايا. زياد اخدها لشقته ورفعت لما شافها قرب من زياد وقال: انت ايه اللي خلاك تجيبها بس؟ هو احنا لاقيين ناكل عشان ناكلها؟ زياد بص الغزل وقال: ادخلي يا غزل الاوضه اللي هناك دي، انا جهزتها لك، وما تقلقيش المفتاح في الباب من جوه، تقدري تطمني وتقفلي الباب عليكي. دخلت غزل الاوضه وقفلت الباب، وزياد قعد وحط رجل على رجل وقال: تقدر تعتبرنا من دلوقتي بقينا مليونيرات. قعد رفعت جنبه وقال: وده حصل ازاي؟ ايه ضربت الودع ولا سرقت لك بنك؟ لا همضي البت العبيطة اللي جوه دي على وصل امانة واحط فيه مبلغ كبير وهددهم، يرجعها ويدوني الفلوس يسجنها. تبقى عبيط لو مفكر ان اسد سهل كده، بعد اللي عمله معايا ما ظنش انك هتقدر تطول منه مليم واحد. زياد وقف وقال: انا مش زيك عشان اقع بسهولة، انا عامل حساب لكل حاجة، حتى كمان همضيها على توكيل وبيع كل حاجة بتملكها ليا. تمام انت حر، خليني قاعد اتفرج لما اشوف اخرتها، بس اعمل حسابك البيت اصلا فاضي مفهوش اكل، شوف هتاكل السنيورة منين. رفعت خلص كلامه وسابه ومشي، وزياد راح لطارق صاحبه علشان ياخد منه فلوس، وزياد قال: انا مش موافقك على اللي عملته ده، انت كده هتودي نفسك في داهية. ولا داهية ولا غيره، ولو على الفلوس اللي هتسلفها لي انا هرجعها على داير مليم. مش القصد، انا بس خايف تورط نفسك في مصيبة. بكرة تشوف زياد ده بقى ايه وتتحايل علي اشغلك عندي سواق. سواق مرة واحدة وماله، مقبولة منك. ها عاوز كام؟ قرشين كده ماشي بيهم حالي لغاية مقبض الهبرة كبيرة من وراها. طارق طلع فلوس وقال: خد دول 500 جنيه اللي معايا اول عن اخر، كنت ناوي اشتري بيهم بنطلون، بس يلا مش خسارة فيك. يعني انت مش معاك فلوس مخبيها كده ولا كده؟ لا مش معايا، وسيبني بقى علشان الوقت متأخر وعاوز ارجع البيت انام. وعند وفاء اللي صحيت من النوم تصلي الفجر، واتفاجئت لما ملقيتش غزل في اوضتها، جريت على اسد وقالت له: الحقني يا اسد، مصيبة البت هربت. قلتلك يا مرات عمي بلاش نضغط عليها، اهو شفتي نتيجة اللي حصل. وفاء كانت حاسة بدوخة وكانت هتقع، جات سارة بسرعة هي واسد ومسكوها وسندوها، ولما قعدت قالت: رجعها يا اسد، غزل مش عارفة مصلحتها، هي مخدوعة في اللي اسمه زياد ده. اهدي بس يا طنط، اهدي وانا هتصل بيها واشوفها راحت فين بالظبط. واتكلم اسد وقال: انا هروح اغير هدومي وراح اجيبها. اسد راح اوضته وغير هدومه وكان هيمشي، لكن سمع صوت سارة بتصوت، رجع بسرعة لقى وفاء وقع في الارض ومغمى عليها، حاول يفوقها ما فاقتش، شالوها ونقلوها بسرعة للمستشفى. وبعد فحص اتكلم الدكتور وقال: هي محتاجة ترتاح دلوقتي، انا اديت لها حقنة مهدئة، بس انصحكم تحاولوا ما تعرضوهاش لاي انفعال. اتكلم اسد وقال: هي هتفوق امتى؟ مش هتفوق قبل بكرة الصبح، يا ريت بلاش تزعجوها. الدكتور خلص كلامه وسابهم، وسارة قالت: روح انت دور على غزل ورجعها، انا بتصل بيها مش بترد، وانا هفضل قاعدة هنا جنب طنط وفاء. اسد كان هيمشي لكن افتكر شبل وقال: طب وشبل ده لوحده في البيت، لو صحي ما لقيناش ممكن يفتح الباب وينزل. ما تقلقش انا اتصلت بنور جارتنا، هتروح تقعد معاه وتخلي بالها منه. اسد مشي وسارة اتصلت بغزل تاني اللي ما ردتش عليها، نفخت سارة بضيق وقالت: انا مش عارفة اخر جنانك ده ايه. هوف. وعند زياد اللي دخل بصنية الاكل لأوضة غزل وقال: اتفضلي تلاقيكي ما اكلتيش من الصبح. ابتسمت غزل وقالت: انا فعلا ما اكلتش حاجة من الصبح وكنت جعانة قوي. زياد طلع ورق من جيبه وقال: معلش يا حبيبتي لازم تمديلي على الورق ده. استغربت غزل وقالت: ورق ايه ده وهمضي عليه ليه؟ زياد بصلها بحب وقال: انتي بتحبيني وبتثق فيا ولا لا؟ طبعا طبعا بثق فيك، اهو الورق ده اللي هضمن بيه حقك وهخليهم ما يبعدونيش عنك ابدا،
ابتسمت غزل واخدت الورق مضيت عليه، وزياد اخد الورق وابتسم وقال ودلوقتي بقى هسيبك تاكلي براحتك. زياد خرج من الأوضة ورفعت شافه وقال ها عملت ايه؟ كله تمام، ما تقلقش انت. قطعهم جرس الباب اللي رن، ولما زياد فتح دخل اسد واداله بالبوكس في وشه وقال هي فين؟ خبتها فين انت؟ زياد مسح وشه وقال بنت عمك اللي جات لي برجليها، انا مش خاطفها، والدليل على كده انها قاعدة جوه في الأوضة اهي. ايوه احنا ما خطفناهاش، هي اللي جات لوحدها، واسألها بنفسك. دخل اسد الأوضة واخد غزل غصب عنها وخرج بيها، وغزل اتكلمت وقالت سيبني انا مش هرجع معاك. ووسط اعتراضها كان رفعت وزياد واقفين يتفرجوا، واسد حط ايده على رقبتها وبحركة معينة خلاها فقدت الوعي. شالها اسد وبص لزياد بتحذير وقال لو شفتك في مكان يجمعك بيها انا هزعل ابوك ده عليك. خلص اسد كلامه وسابهم ومشي، وزياد طلع الورق وقال لما نشوف بقى هتعمل ايه بالمفاجأة اللي انا محضرها لك. وبعد وقت فائد غزل وقفت بسرعة واتخضت وقالت ماما ماما انت كويسة؟ اتكلمت سارة وقالت سيبيها نايمة وتعالي نتكلم برا. خرجت غزل وسارة برا الأوضة واتكلمت سارة وقالت لأول مرة هقولك الكلام ده، انت واحدة عديمة المسؤولية، بدال ما تواجهي وتحلي مشكلتك رحتي هربتي مع واحد ما يسواش. غزل عيطت وقالت انا. قطعتها سارة وقالت اسد مستحيل كان هيتجوزك غصب، وزي ما انت مغصوبة هو كمان مغصوب، عموما بعد اللي حصل هو يستحيل يتجوزك. غزل اتكلمت وقالت طب وماما؟ ماما الدكتور قال عندها ايه؟ مامتك عندها كانسر وفي المرحلة الاخيرة كمان، هي بقالها فترة بتتعالج بس الكيماوي ما بيجيبش معاها نتيجة. قعدت غزل مكانها تعيط وقالت انا السبب في اللي حصل لها. جي اسد ومعه طارق اللي قرب منها، واسد قال اتفضل قول لها الكلام اللي انت جيت وقلتهولي. رفعت غزل وشها وشافت طارق اللي قال زياد ما بيحبكيش ولا حاجة، هو اخدك طعم علشان يستولى على فلوسك عن طريق الورق اللي هيمضيكي عليه، بس زياد بيحبني. طارق قرب منها خطوتين وقال لو كان بيحبك كان حارب الدنيا علشان يتجوزك بموافقة اهلك، مش يخليكي تهربي معاه. انا مضيت على ورق مش عارفة في ايه. وقف طارق وبص الاسد وقال انا وعدتك اني هرجع الورق ده، يعني هرجعه، ما تقلقش انت. اسد حط ايده على كتف طارق وقال له انت راجل واحسن من صاحبك، انا عندي اخوات بنات، واللي مرضهوش على اخواتي مرضهوش على بنات الناس. مشي طارق واسد قرب من سارة وقال ها مرات عمي فاقت؟ لا لسه، بص انت ارجع البيت علشان شبل، وانا وغزل هنستنى هنا، ولو احتاجنا حاجة هنتصل بيك. هز اسد راسه وكان هيمشي بس غزل جريت وراه وقالت اسد انا عاوزة. قطعها اسد وقال لما مرات عمي تفوق كلموني. اسد سابها وغزل رجعت لسارة وهي حزينة. وبعد اسبوع طارق جاب الورق لأسد وقال ده الورق اللي الأنسة غزل مضيت عليه، انت عرفت تاخده منه ازاي؟ بعد ما بلغت عن ابوه هو ملقاش مكان يخبي الورق فيه غير عندي، وانا لما اخدته جبتهولك على طول. بس يعني انت ناوي تعمل ايه معاه؟ ناوي اقعده في السجن زي ابوه، اهم يسلوا بعض. بس انت كده هتضيع مستقبله، زياد كان صاحبي وانا مرضاش ابدا انه يتأذي، يبقى يا يتسجن يا يعزل وينقل خالص من القاهرة، ولو شفته في اي مكان هزعله. طارق هز راسه ومشي وسابه. وبعد كام شهر وقفت غزل ورا باب الشقة مستنية تسمع صوت خطوات اسد وهو طالع، واول ما حست بيه فتحت الباب بسرعة وقالت اسد انا كنت عاوزة يعني اقول لك حاجة. خير؟ مرات عمي كويسة؟ الحمد لله، بس يعني هي كانت عزمكم بكرة على الغدا. لا مش فاضي انا بتغدى في الشغل. اسد كان لسه هيطلع على السلم بس هي قالت طب عشاء. ولا ده كمان، انا ما بتعشاش بنام خفيف. خلص اسد كلامه وطلع شقته، وغزل وقفت تضرب الارض برجليها وقالت اوف هو بقى بيعملني كده ليه. جت سارة وقالت مش عارفة السبب، عموما انت تستاهلي. ها غزل جريت وراها وكانت بتضربها وقالت هو مش كفاية انه متجاهلني الشهور اللي فاتت دي، هتبقي انت كمان عليا؟ تستاهلي، انت اللي عملتي في نفسك كده. انا هطلع بقى عشان اكلم حسن حبيبي، خلاص باقي على فرحي اسبوعين عقبالك. سارة مشيت وغزل قعدت تفكر هي كانت بتحب زياد فعلا ولا لا، وليه اول ما عرفت انه خدعها كرهته وبعدت عنه وحتى ما رنتش مرة على تليفوناته، وليه لما عرفت من سارة ان هنا ام شبل عاوزة ترجع لأسد كانت متضايقة وحاولت انها تقرب من اسد مرة تانية. جات وفاء وقالت مش قلتلك هتحبي؟
بس انتي اللي دايما انت عندي وتكبري كده. خلاص بقى يا ماما، انا عرفت غلطتي بس جات متأخر. ربنا دايما بيسبب الاسباب وبيعرضنا لاختبارات كتير علشان يشوفنا هنصبر عليها ولا لا. وبعد اسبوعين وقفت غزل بفستان طويل من اللون الاسود وعليه بعض الورود الرقيقة اللي بتبرز جمالها. شافها اسد وحس بالغيرة وقال: ايه الفستان اللي انتي لابساه ده؟ ماله الفستان، ما هو حلو اهو. لا مش حلو خالص، لونه مش حلو، يلا روحي غيريه. بالعكس بقى، لونه حلو قوي، ماما قالت لي ان الاسود بيظهر جمالي. عموما لو مش عاجبك تقدر تبص الناحية التانية. هو ما تبصش ناحيتي. بصلها اسد بغيظ ومشي وسابها. وجت وفاء وقالت: مش قلتلك هيتجنن لما يشوف الفستان عليكي؟ يلا بينا بقى علشان ما نتأخرش على الفرح. فاتت سنة وعلاقة غزل واسد بتقوى اكتر من الاول، خصوصا بعد موت وفاء. وغزل ما بقاش ليها حد في الدنيا غيره، بقت متعلقة بيه اكتر من روحها. وفي يوم هي اللي راحت له واعترفت بحبها، وهو كمان اعترف بده بعد وقت طويل كانوا بيكدبوا احساسهم فيه. رفضت غزل تعمل فرح كبير بسبب وفاة امها، اما اسد فقرر انه يعمل لها شهر عسل ما تنساهوش بقية حياتها كلها. والحد هنا خلصت قصتنا. اتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في امان الله.